يدعو. الروح التي تبتهل وتشتاق لله سبحانه وتعالى، العقل الذي يفكر. أناس خلقهم الله، هم بشر لكنهم صفوة البشر، أنبياء ومرسلين خلقهم الله سبحانه وتعالى، فدعوا الله سبحانه وتعالى فاستجاب دعاءهم. منهم سيدنا نوح عليه السلام، ماذا قال في محكم القرآن المبين؟ قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ربي يشهد لله بالربوبية ويعترف بجهده الذي تفضل الله سبحانه وتعالى عليه به. قال: دعوتهم لهم قومي وأهلي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي، لم يقل دعاؤك يا رب أو دينك يا رب، لا، لم يزدهم دعائي، أي التقصير مني، لم يقتنعوا، أنا مقصر في دعوتي، أنا لم أكن مجتهدا في بلاغي، لم أكن صاحب كلمة. اعترافات نحتاجها اليوم. اليوم لو قيل لإنسان: لماذا فلان يسمع الكلام ولا يستجيب؟ فيقول: لأن فلان لا يسمع الكلام. لا، ليست اليوم الذي لا يستجيب لكلام الفقير، ليست العلة فيك، العلة فيا، العلة أني لست صادق، العلة في قلبي، العلة أن الإمام زروق الفاسي البرنسي سيدي أحمد يقول: ما خرج من القلب وقر في القلب. قلبك يا من تسمعني شريف طاهر عظيم، إن لم تصل الكلمة له ليست العطل من قلبك، إنما مني، لأني لم أكن صادقا في إيصالها لك. وهذا ليس تواضعا، هذه الحقيقة التي لابد أن نعترف بها. الأستاذ الذي يعلم طلابه في المدرسة فلا يفهمون، ليس الخلل في الطالب، إنما في صدق المعلم. سيدنا كان صادقا وهو إمام الصادقين، وهو الذي علم الناس الصدق وجوهر الصدق صلى الله عليه وسلم. كان عندما يتكلم كلمة تقع في قلوب الناس، وغيره يتكلم الكلام فلا يأخذ منه أحد. سيدنا نوح يقول: فلم يزدهم دعائي، أنا عملي أنا، إلا فرارا، كلما دعوتهم لم يستجيبوا. الله سبحانه وتعالى أنزل على قلب النبي آية، هذه الأولى كانت في سورة سيدنا نوح، والأخرى قال: الله يترجم حال سيدنا نوح، لأنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. قال: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. الله 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 يعترف لسيدنا نوح عليه السلام بمقام العبودية العظيم، فكذبوا عبدنا عبدنا. الله، كم أشتاق أنا وأنت وهي وهو لأن تسمع هذا الخطاب الرباني، أنت تكون صادق وهم يكذبوك، والله يقول: كذبوا عبدنا، لأنه يعلم صدقك. لما؟ لأن نوح اعترف فقال: فلم يزدهم دعائي، التقصير مني. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قال: فدعا ربه، فدعا ربه. ما الذي حصل؟ وانظر إلى فاء التعقيب، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ماذا حصل؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذه بدعوة الله سبحانه وتعالى استجاب. قال: فدعا ربه فاستجبنا له. فدعا ربه مباشرة، الدعوة موجودة والإجابة موجودة. ما الذي حصل؟ قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففجرنا الأرض عيونا. الأرض تفجرت والأمطار من السماء، وغرقت الدنيا، الكرة الأرضية كلها غرقت بدعوة: إني مغلوب فانتصر. قلها بقلبك، لكن لا تقولها على مسلم، على جارك، على صديقك، على أخوك، على أختك، لا لا لا، قلها على نفسك التي بين جنبيك. غلبتك بالمعاصي والذنوب والآثام؟ ما استطعت أن تغمض عيناك عن الحرام؟ ما استطعت أن تحجم عن الكذب؟ ما استطعت أن تمسك يدك عن الحرام، رجلك عن الحرام، مطعمك عن الحرام؟ إني مغلوب يا رب من نفسي والهوى والدنيا والشيطان، كيف السبيل وكلهم أعدائي؟ كل هذه المنظومة العظيمة، أدعو الله بقلب صادق
وامزج نيتك في نية سيدنا نوح عليه السلام، لأن ربي وربك هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا منهم، نبي من الأنبياء. كن معه وقل: يا ربي إني مغلوب فانتصر. فاء التعقيب في اللغة العربية يقول: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال: ففتحنا. فدعا ففتحنا فورا. ثم دعا لأهله، ماذا قال؟ قال دعاؤه لأهله: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً.